السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في في هذا الأثناء. حاليا 12:09 بطبيعة الحال بالتوقيت المغربي، وكذلك 1 صباحا بالتوقيت بطبيعة الحال الأوروبي. إذن مرحبا بكل المتابعين والمتابعات في هذه الجولة هنا بكورنيش المدينة. طبعا الحال مجموعة من الناس اللي توحشوا يخرجوا في هذه الأثناء الكورنيش ديال المدن ديالهم. بطبعا الحال أتحدث هنا عن المدن الساحلية وحتى المدن العادية. بطبعا الحال كل مدينة فيها مكان طبعا الحال اللي كيخرجوا له العائلات إلى غير ذلك. إذن الناس مازال خارجة هنا في مدينة الناظور، أجواء الصيف طبعا الحال، بداية أجواء الصيف منذ رفع الحجر الصحي على مدينة الناظور. ومدينة الناظور تعرفوا واحد الرواج اللي هو كبير خاصة في هذه الأثناء. بطبعة الحال في انتظار دخول الجالية اللي من المرتقب أنهم إن شاء الله يدخلوا في شهر 7 بإذن الله. بطبعة الحال هذا الأسبوع هذا الشواطئ ديال الناظور غتستقبل المئات والآلاف ديال المواطنين، وبطبعة الحال قريبا إن شاء الله تعود الحياة لشواطئ المدينة. الشواطئ العشرات ديال الشواطئ حاليا كتستعد لاستقبال المواطنين والمواطنات. إذن كورنيش الناظور بهذه الجماليه بطبيعه الحال في هذه الوقيته ديال الليل والناس مازال خارجين، هذا شيء جميل وشيء رائع. بطبيعه الحال الناس ملتزمين بالكمامات الى غير ذلك من شروط السلامه، والتباعد هو اهم شيء. إذن كما كتشوفون على يمين الصورة الناس خارجين بطبيعة الحال بعد 3 أشهر من الحجر الصحي. أجواء رائعة هنا بمدينة الناظور. ملي ليا مازال ما كاين حتى شي خبر، ملي ليا ما كاينش خبر. الخبر الاكيد هو انه عمليه مرحبا ما غاديش تكون في ملي ليا، يعني الجاليه اللي غادي تدخل ما غاديش تدخل من ملي ليا. هذا هو الخبر اللي كاين حاليا. اما الحدود حاليا ما كاين حتى شي خبر في انتظار القرارات الرسميه ديال وزاره الداخليه. الناس خارجين بطبيعه الحال كما كتشوفوا ولله الحمد، يستغلوا هذه الفترة كاين اللي في عطلة. أكيد أخي كاين مجموعة من الشواطئ هنا، يا العشرات من الشواطئ من السعيدية النفط الترابي ديال مدينة الناظور إلى غاية إقليم الدريوش عبر الطريق الساحلي كيتواجدوا المئات والعشرات من الشواطئ التابعة لمدينة الناظور. أكيد أخي محمد الناس مازال خارجين بطبيعة الحال في مدينة الناظور،
وفي الايام القليله المقبله الايام القليله المقبله تبقى 3 2 4 والناس مازال خارجين عاد الناظور تيعمر بزاف في شهر 7 شهر 8 كتدخل الجاليه تبارك الله ما كتلقاش في البارك هنا في هذه المناطق هذو وهذا شيء جميل ورائع ان شاء الله خاصة الشواطئ ان شاء الله في نهار 24 الشواطئ ديال المدينة غادي يكونوا عامرين غادي يكونوا عامرين بزاف وغادي نديروا لايفات من الشواطئ من اهم الشواطئ اللي كتوفر عليهم طبيعة الحال مدينة الناظور غادي نزورهم وغادي يتعرفوا عليهم عن قرب شكرا صوفيا صوفيا على الدعم ديالك والتتبع ديالك دائما لقناة شوف تي في مجموعة من الأشياء اللي اليوم تخفت إن شاء الله من 24 تنقل الفتح للمطاعم المقاهي الفنادق قاعات الرياضية إلى غير ذلك من الأشياء اللي الحمد لله رجعت الأمور تبقى الأفراح والأعراس والمساجد والقاعات السينمائية والمتاحف هادو هما اللي بقاو إن شاء الله ربما في الأسبوع المقبل أو إن شاء الله في الأسابيع القليلة المقبلة تعود الحياة إلى الطبيعة ديالها بطبيعة الحال المطارات غادي يبداو هاد الايام ان شاء الله نهار الاربعاء والحافلات كذلك اللي بغى يسافر لشي مدينه فهذا امر مسموح به والامور بطبيعه الحال ستعود بشكل عادي لا في مدينه الناظور لا في مختلف مدن المملكه المغربيه الحمد لله تعود الامور الى مجراها الطبيعي في انتظار دخول الجالية في شهر 7 ان شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اذا كما قلت لكم ولله الحمد الجالية المغربية ستدخل ارض الوطن في شهر 7 ان شاء الله والمغاربة ينتظرون هذا الموعد ديال دخول الجالية ان شاء الله اكيد القاعات الرياضيه غادي يحلوا راه قلناها ديجا قبل وهادشي اللي علنات عليه وزاره الداخليه اليوم طبعا الحال طرقنا له بقناه شوف تي في منذ الاعلان ديالو كنا السباقين في القراءه نتاع هذا البلاغ وخبرناكم به بشكل واضح هكذا تبدو مدينة الناظور يبدو كورنيش الناظور الناس مازال خارجين وخا حاليا راهي 12 ونص تقريبا الناس مازال خارجين بشكل عادي شكرا اختي لطيفة وتحية متبادلة للناس الجديدة بدينا كنشوفوا حركة بدينا كنشوفوا داك العودة للحياة الطبيعية بطبيعة الحال 70% إذا ما قلت لكمش 80% من الأشياء رجعت لمدينة الناظور يعني 80% إن شاء الله ديال الأشياء اللي رجعت لمدينة الناظور بقاو واحد بطبيعة الحال واحد 20% ولا 10% كنتمناو أنه يبداو الأعراس يبداو الحفلات مجموعة من الناس اللي خدامة في هذا المجال ديال التريتوري إلى غير ذلك بغينا كل شيء إن شاء الله يتحرك وتعود الحركة كما كانت عليه قبل الفيروس هذا
اذا متابعي قناة شوف تيفي تلقوا معكم بعد قليل في واحد اللايف اخر. كنا معكم في الجولة وطبعا الحال دردشة معكم وشفنا الاخوان الناس الساكنة خارجي طبعا الحال ناس باركين مازال باركين على اليمين هنايا وهابطين للبحر هنايا. كنتمنى لكم وقت ممتع رفقة العائلات ديالكم. شكرا لكم على التتبع.